السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم علي النبهان. بهذا المقطع الفيديو راح اشرح لكم كيفية ربط هيز كود اللي هو الكود تبع الصحة بكرت المواصلات. طبعا الرابط اللي امامكم هو لمدينة أنقرة، كهرمان مرعش، وبولو، وكوتاهيا، وأقصراي، وكلس. أي حدا عنده إن كان كرت المواصلات، إن كان الخاص بالطالب أو إن كان الخاص بعامة الناس أو المعلمين أو طلاب المدارس، لازم يربط كرت المواصلات بالهيس كودو. تمام؟ طبعا شرحنا بفيديوهات منفصلة عن هذا الفيديو كيفية الحصول على هذا الكود، إن كان خلال التطبيق أو من كان خلال الأدوات. طيب هلا نحن راح نختار المدينه اللي نحن عندنا كارت مواصلات منها، على سبيل المثال كهرمان مرعش. راح ندخل عليها، راح نحط الاسم والكنيه للشخص اللي راح يستخدم الكارت، بعدين رقم التي جي، رقم الكملك يعني، بعدين تاريخ الميلاد، بعدين الهيس كودو. تمام؟ طبعا ننسخه ونعمل له هون لصق، انتبهوا كثير على كتابته انه ما يكون في اي اخطاء او حرف صغير او حرف كبير. طبعا هون بامكانكم تربطوا كرت المواصلات او بامكانكم ايضا ربط كرت البنك، ولكن بحيث يكون شغال فيه التماسز. طيب نحن معظم الناس راح تربط كرت المواصلات اللي هو اولاشيم كارت او بلت نو. تمام؟ بنحط رقم الكرت هون كاملا مثل مو مكتوب على الكرت، يعني كل الكروت اساسا بيكون في لها رقم طويل، بنكتب رقم الكارت بهذا الحقل، ومن ثم نكتب هون الأرقام اللي موضحة أمامنا، بعدين هون نضغط صح، بعدين نعطي كايدت. من ثم ما بتظهر أمامي هي العملية، إنه النتيجة تم إنه هذا الموضوع بنجاح، هيك بيكون تم ربط الكارت. طبعاً ما توقع من المدن مثل مثلاً مدينة كلس، لو ندخل عليها أيضاً نفس الخطوات. ليش؟ لأن بتركيا يعني كلياتهم ارقام الكروت يعني بكل المدن هي ارقام متشابهه، يعني عدد الخانات ثابت. تمام؟ فالاليه الربط لهي المدن كلها تذكرناها هي وحده. لهون بيكون انتهى مقطع الفيديو، بتمنى لكم كل الخير وكل التوفيق. كان معكم علي النبهان.